متابعي ومتابعي القناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من إقليم أسفي وبالضبط من شاطئ الكاب البدوزة في هذا المنظر البانورامي من لافار. كنقول لكم أسعد الله مساءكم. إذا نهاية الأسبوع الناس كاملة ديال أسفي بسبب موجة الحر اللي كتشهدها مدينة أسفي كيقرروا أنهم يتوجهوا صوب الشواطئ المحلية اللي معروفة في مدينة أسفي، واللي هي كاين ثلاثه شواطئ. كاين شاطئ مدينه اسفي اللي حاصل على اللواء الازرق، وشاطئ الشاطئ الصويريه القديمه اللي تا هو حاصل على اللواء الازرق، واخيرا على بعد 30 كيلومتر من مدينه اسفي كاين شاطئ البدوزه الكاب اللي تا هو حاصل على اللواء الازرق. الشاطئ كيتوفر على مجموعه من المرافق اللي كتخولوا انه يكون وجهه اولى وخاصه الزوار ديال الاقليم والزوار ايضا ديال مدينه اسفي، خصوصا مع العطله الصيفيه. وهذه السنه هذه كانت سنه حاسمه وخاصه بالنسبه لساكنه مدينه اسفي والمدينه ديال اسفي، ان مجموعه ديال السياح قرروا انهم يختاروا المدينه كوجهه سياحيه ديالهم بحكم انها فيها مجموعه من المميزات ومجموعه ديال الشواطئ اللي كتسحرهم، وايضا على الاثمنه المناسبه ومستوى العيش ديال الساكنه ديالهم في المدينه. زعمهم انهم يختاروا هذه الوجهه ديال الكاب على سبيل المثال. هنايا كنهضروا حيت الكاب جا داخل 15 كيلومتر وسط البحر، الشيء اللي كيخلي ان الناس يهربوا من هذه موجه الحر، خصوصا هذا الاسبوع كامل دايز موجه حر خانقه كتشهدها مجموعه من المدن المغربيه، وايضا من بينهم مدينه اسفي اللي تراوحت وتجاوزت درجه الحراره فيها 43 درجه مئويه. اذا كيقرروا انهم يهربوا هنا الكاب، والوجهه ديالهم تكون هنا الكاب، وكتشاهدوا معنا تبارك الله الكاب، الشاطئ ديال الكاب كيفاش عامر هنا من الفوق من لافار ديال البدوزه بالكاب. بدر الشاطئ للتذكير، فشاطئ الكاب البدوزة داخل ب 15 كيلومتر وسط البحر. إذن هنا كتكون درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير، هذه هي البلاصة الوحيدة اللي كتكون فيها درجة الحرارة منخفضة بهذا الشكل هذا. اذا الزوار ديال مدينه اسفي والسياح اللي كيزوروا مدينه اسفي كيقرروا انهم يتوجهوا لهاد الشواطئ. انتم كتشاهدوا معنا تبارك الله شحال ديال الناس، الالاف ديال المواطنين اللي حجوا الكاب باش يستمتعوا بعطله نهايه الاسبوع ديالهم ويستمتعوا بهاد الاجواء المشمسه والحراره معتدله، حيت فعلا مدينة اسفي الحرارة فيها مرتفعة بواحد الشكل كبير بزاف وخانق. الناس قررت انها تهرب. كاين المنطقة ديال الوالدية اللي كتبعد على مدينة اسفي تقريبا 60 كيلومتر حتى هي الناس كيمشوا لها، ولكن نظرا ارتفاع ديال الاثمنة ديال الكراء والمحلات والمواد الغذائية والمطاعم كيرفعوا الثمن ديالهم خصوصا مع موسم الصيف، الناس مجموعة ديال الاسر اللي كتقرر انها كتقول لك بان العرض كيكون قليل والطلب مرتفع بزاف، اذا معاه كيرتفعوا ايضا تاع الاثمنه، وهذا الشيء ما كيكونش في المستطاع ديال مجموعه من الاسر المغربيه اللي باغا تقضي الايام ديالها يا العطله ولا الويكاند ديالهم، ما كيقدروش انهم يسيروا هذاك السير وهذاك الاثمنه اللي كيشاهدوها واللي كتكون كاينه في 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 فصل الصيف بالخصوص. اذا كيتوجهوا البعض المدن السياحيه، هذه المدن الساحليه استغلت الظرفيه تم تهيئ ديالها على مجموعه من الاصعده، مجموعه من خصوصا على مستوى البنيه التحتيه ديالها، تقادوا المرافق، تقادوا البلايصات فين يخرجوا الناس، فين يشوفوا الناس لي بلاج ديالهم، النظافه ديالهم، الاهتمام بالنظافه والمرافق اللي كتكون في هاد الشواطئ الساحليه. زعمت هاد الناس هادو انهم يبقاو ويختاروا هاد الوجهات السياحيه. معنا بدر الزرهوني. بدر صافا لاباس عليك؟ مرحبا في جريدة شوف تيفي، كنرحبوا بها معنا اليوم. إذا الأجواء هنا الجو جد رائع، بارد مقارنة بأسفي. شوف الرحمة عندنا في هذه المنطقة. أسفي الناس، الناس أسفي
دارت الحراره المرتفعه بزاف، ولي لا الحمد الناس كتجي هنا باش تبرد مع راسها. كي داير الاجواء هنايا الاقبال كي داير هذا لي ويكاند وهذا الصيف هذا كي غادي يروح؟ الصيف الوقت شويه متضرره، ولكن هاد 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 ثلاث ايام تحركات الوقت، تحركات الوقت الحمد لله، خصوصا اليوم كنشوفوا بعدا لا بلاج عامر لله الحمد بلات كتحرك الوقت والديور عامرين كلشي بكري كلشي الحمد لله الحمد لله. الاثمنه ديال الا بغينا ناخذوا فكره ان دابا الكاب انت واحد من ابناء المنطقه هنايا وقررتي انك دير مشروع تاع هنايا بدر، هذه ماشي اول مره تدوز معنا في قناه شوف تيري. مرحبا، ثالث مره ولا رابع مره كتدوز معنا في القناه. الاثمنه هنا شحال كتوصل عندنا في الاوج ديال الغلا ديالها مقارنه الاثمنه ديالها ديال الكرا مثلا؟ ناخذوا الفكره على جميع المستويات. دابا كاين الكرا كاين على حساب، كاين هنا في السونتر الداخل كاين ثمن، واللي بغى فيلات على البحر الثمن، وعلى حساب النقا وعلى حساب الكبر وعلى حساب الشومبر اقل حاجه كتبدا، وكاين من 150 درهم حتى 1000 درهم حتى لتحت 1000 درهم. كاين فيلا بيسين ديالها 1000 درهم. مقارنه هادو الثمنه ديال الوالدي اسفير رخيصه، الكاب رخيص بزاف باش قربنا لوالدي. الوالدي راه اثمنه الا الناس راه كتجي عندنا الحمد لله كتقول لك الرحمه، كتجي نيت سميتك تقول لك اودي على البحر ثمن فيلا على البحر راه ماشي قد شومبر الفوق في الوالدي. اذا اثمنا هنا طايحه الحمد لله. بالنسبه للمواد الاساسيه والحوانات والجزاره والناس اللي كتبغي تطيب في الدار مثلا كلشي متوفر. حنا ما عندناش هذيك الفكره ديال الصيف كيطلع الثمن، حنا عندنا الفكره ديال داكشي اللي غادي في العام كامل هو اللي عندنا هنا. كاين واحد شويه في 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 الدوره ديال الكرا وداكشي، عاد شو ماشي شي حاجه اللي ماشي شي حاجه اللي على حساب الثمن على حساب النقاء وعلى حساب المستوى ديال كل دار وكل. وبالنسبه انتم هنا عندك قررتي انك دير مشروع استثماري على طالع على سميتي على فار طالع على لو فار، سمينا على الفارور اللي كاين هنا في المعلمه التاريخيه ديال 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 الكاب. كي داير الاجواء هنا؟ الاجواء جد رائعه. حنا كنحاولوا في هذا المطعم كان كابن المنطقه وك واحد غيور على المنطقه واول واحد قدر يريستورو تبقى خدام العام كامل كما كنعرفوا حنا الكاب سيزوني كما كنقولوا خدمه الصيف. خدمه الصيف حنا بغينا نحيدوا الفكره، ما بغيناش الكاب يبقى سيزوني، بغينا الكاب يبقى العام كامل. عندنا جميع المؤهلات، عندنا قريب الاسي ما كاينش بعيد، تقدر تقضي غرضك في اسي وتجي. حنا نيت ساكنين هنا في الكاب، تقضي غرضك في اسي وتجي. حنا بغينا نحيدوا الفكره ديال انه يبقى موسمي غير في شهر 7 وشهر 8، بغينا يبقى العام كامل. كي داير الاجواء؟ كي داير هنا هذه المساله هذه كتبقى شويه غاليه انكم تحلوا العام كامل حيت الريستور مثلا ما كاين بزاف كاين شويه التحديات اللي عندكم مع بعض؟ كاين تحديات كيعلم بها الله، حنا كنعانيو بزاف وقت وقت الشتاء. دابا الصيف راه شويه الناس دابا كيشوف هذا الوقت كيشوفك محرك شويه، راه محرك راه معنا معنا الناس خدامين معنا. شحال من واحد انتم خدام معكم هنا؟ شحال المشروع عندك شحال فيه؟ انا دابا حنا سيزوني، دابا الصيف كيتزادوا الخدام. دابا الشتا كنقصوا الخدام راك عارف باش الواقع راه حنا كنقولوا فيكس. راه عندي واحد ثمانية البيرسونيل فيكس في الشتاء. في الشتاء وفي الصيف شحال كتزيد في الصيف؟ راه كيوصل على حساب هذا العام شويه. العام الاول راه كان عندي 30 واحد تقريبا. 30 واحد 30 واحد اللي كنت خدام باش كتبقى ملبي طلبات خص فما جاو عندك الناس. كنربيو كليان ديالنا يجيو عندك الناس خصو يلقاو الموجود، ما كعرفش انه ولا راه ما كاينش خدمه وداكشي ديالنا حنا. خصو يجي الكليان خصو يدي كاليتي زوينه، يدي امور زوينه، يدي كديروا باش تواكبوا هذا الشيء هذا حيت هو شويه صعيب خصوصا انكم كديروا منتجات بحريه بزاف. دابا هذا هو الفرق ديال واحد ولد المنطقه وواحد كي غيجي مستثمر. دابا المستثمر كيقلب فهمتي ديما على الربح. حنا ملي كيجيك تقول له ودي ولد المنطقه ما صبرتيش انت شكون غيصبر؟ هذه الفكره ديالنا، داكشي علاش باقي مستمرين الحمد لله. خصوصا حنا حلينا في واحد الوقت ديال كورونا وحلينا في ولله الحمد صعيبه بزاف صعيبه بزاف. وكان كأمن المنطقه حنا بغينا هذه المنطقه نتعاونوا على ذات كابن المنطقه عندي واحد حنا كنضربوا على باش تكون واحد البور مرسى هنا باش نورمالمون هنا بغا يدير المشروع ديال دابا هذا الشيء اللي كنشوفوا كلشي داخل عندنا غيدار الميناء والكاب والكاب سونتر ديال الكاب غيدار يزيد قدام. وكاين بلون دوماجمون اللي كاين دابا راه كاين دايرين بحال الشكل ديال الواديه ديال رومبون غتكون هنا مسجد القرعان تولي هبط من تما غيكبر لا بلاج. كاين واحد البلان
خطير داكشي واعر، ولكن باقي ما كاين عليه تخبار. هادشي الجماعه باقا جماعه ديفيسيت راك عارف، جماعه افقر جماعه هي دي، راه خاص العوين، خاص الساكنه انك تخدم بزاف، غير عندهم غير مصدر العيش ديال المصدر العيش ديال الساكنه كامله من البحر، خطام البحر هادو ما يجيبوش شليل، ما يعيشوش شليل كما كنقول بالدارجه بالعربيه باش يكونوا كلشي فهمنا. وهاد المنطقه باش تزيد قدام خاصها الميناء. اذا كتشوفوا ان الميناء انه غيحرك الميناء غادي 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 يعاون الكاب بزاف، هو الحل الوحيد باش ان المنطقه تدخل المداخل الجماعه، الناس غادي يلقاو فين يخدموا. دابا الناس كلشي راك عرفتي، دابا كلشي مشى للصحراء، كلشي الدراري كيهبطوا دابا كلشي بزاف عزايز الدراري انا ولاد المنطقه كلشي كيهبط العزايز. هاد المؤهلات باش تكون منطقه ساحليه، ولا الناس كتجي من الصيف صيف غنى تبقى العام كامل خدام. الوعاء العقاري راه باقي رخيص لنا في الكاب، باقي الناس كتشري مقارنه مع البلايص على البحر، دار بوعزه ولا الوالديه ولا داكشي، راه الثمن راه الناس ملي كتجي هنا وكتقول لها الثمن كتقول لك فابور. وحتى كما كتعرف مؤخرا من كورونا ولدابا راه كاين بزاف الناس شراو هنا في الكاب، قرروا انهم يديروا هذا الاستثمار، داروا سكاني ديالهم مقارنة حيت الثمن هنا كيتباعوا البقاع رخيصه مقارنه بمجموعه ديال المناطق. حتى الوالد انا نهار جا لهنايا انا ما بقاش خرج لنا عندكم. لا الحمد لله كاين الناس دابا شحال من واحد كيقول لك كتفكرنا هذه المنطقه في دار بوعزه ولا دار، حتى هما بداوا بحال هكا المره الاولى بدات تدريجيا، وواحد شويه تبارك الله دار بوعزه فين وصلات، طامارس فين وصلات، راه نفس المؤهلات اللي عندنا عندهم، راه ما في دينا حتى حاجه. حتى حنا قراب المدينه، قراب الاسفي 30 كيلومتر يعني طريق مؤهيه، او كاينه جايه المشروع ديال دوبل فوا من الوالديه، دوبل فوا لوتوروت قريبه، لوتوروت قريبه هنا عندكم قريبه، يعني بزاف المؤهلات اللي عندنا هنايا وكنتمناو حنا والله كضربنا واحد الغيره كبيره على المنطقه، فهمتي ملي كيهضر على شي واحد على البلاد كنبغوا ما كثرش تعطي الدم ديالك تعطي للمنطقه كابناء المنطقه وكعزيز علينا المنطقه. حنا الصيف ما كان كندوزو هنا، واخا تعطيني نمشي ديما. الله يعطيكم الصحه بدر. انا بدر هنا عندك المطعم لتحت، الريستورون من تحت والكافي الفوق دايرين سيباراسيون. علاش؟ حسب الميزون بلاص، على حسابك عارف الميزون بلاص ديال تحت ماشي هو ديال الفوق، على حسب النيتواياج. حنا معروفين بسبيسياليتي ديال الحوت، مرحبا الجميع اللي جا للكاب الدوزي يجي حنا في السونتر الفوق يسحبوا. دابا هذا غير كنديروا لك اشهار بدر، ولكن هو روبورتاج كنهضروا فيه على الواقع عندنا ديال وي. لا الحمد لله، حتى هنا في الكاب راه ما كاينش شي بلاصه ديال العائلات اللي تاكل فيها وداك الشيء، راه المنطقه البلاصه الوحيده اللي تقدر تلقى فيها ماكله زوينه للعائلات وداك الشيء. حنا كما قلنا الصبر والاثمنه مناسبه، الاثمنه مناسبه، حنا الكاليتي كنخدموا بالكاليتي. و المهم على سبيل المثال الطاكوز داير 40 درهم، طاكوز غازي داير 13 درهم، بيتزا كبيره 90 درهم، مشروب غازي 13 درهم. هادشي واحتفظ اخويا بلاديسيون ونشوف لينا اخويا الكونكيرونس ديالنا فين، شوف الاثمنه وغادي تبان لك الفرق باسم الريستورو على البحر بنات المواصفات هذه، وشوف الاثمنه اخويا فين. حنا البلاد باقا ضعيفه داكشي، حنا غاديين على حساب. وكتزعموا ايضا انت حتى الزوار انهم يجيو هنا بشكل طبيعي الحال. عندنا عندنا كليان الحمد لله كيجي عندنا من العام للعام، كيجي كيقول قلب لي على الكرا، كيريح كياكل عندنا لله الحمد. الله يعطيكم الصحه بدر. كلمه اخيره للزوار ديال مدينه اسيفي خصوصا خلال موسم الصيف، وايضا المغاربه من جميع المدن المغربيه، شنو تقول لهم بدر؟ وكنرحبوا بالجميع يجي يدعمنا لهذ المنطقه الكاب الدوزه باش نتعاونوا على هذه المنطقه تزيد لقدام، راه من احسن المناطق اللي عندنا هنا في الاقليم اسفي كما كنعرفوا، راه منطقه رائعه وكتستاهل من نتعاونوا مع الناس اللي فيها كاع، اللي داير شي محل ديال البيع والشراء ولا داير شي اكتيفيتي نتعاونوا معاه باش يطور باش نزعموا الناس تبقى الاستمراريه للمنطقه تزيد قدام. تحيه لكم سي بدر. وشكرا، وكنشكروا سي طه على هذه البادره المتواضعه، انك ماشي ساهل باش يجي واحد يعرف بالمنطقه
الله يحفظك. كنقولوا هذا عوين منك وعوين من شوف تي في. الله يحفظك. باش نعرفوا بهذه المنطقه اللي خاصها تستاهل اكثر من الزوار واكثر من الشيء اللي فيها. شكرا شكرا سي طاهر. اذا هنا هنا متابعي ومتابعات قناه شوف تي في كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، كنتم معنا هنا من شاطئ بالدوزر كاب، دمتم في رعايه الله وحفظه الى بث قادم ان شاء الله.